أعتقد أن النظام سيرفض دائما وأبدا حوارا يؤدي في النهاية إلى ذهابه، أو إلى على الأقل تقليص سلطته على سوريا. والنظام غير سعيد في أي محاولة حوار أو في أي مفاوضات، وهو لا يريدها أصلا. فمن الطبيعي أن يرفض أن يكون هناك مفاوضات مباشرة، لأنه بداية المفاوضات أو بداية إحراز أي تقدم في المفاوضات هي بداية النهاية للنظام. نعم سيدة مجدولين، يبدو أن السيد ديمستورا فشل في إقناع الطرفين على تمديد المفاوضات إلى 15 من الشهر المقبل. هل هناك أسباب أو عوامل واضحة أدت لفشل مهمة إقناع ديمستورا للطرفين؟ أنا لا أعتقد أن السيد ديمستورا فشل في إقناع الطرفين في تمديد المفاوضات. نحن تم تمديد إقامتنا والمفاوضات مستمرة. حتى الآن لم يتم إيقاف المفاوضات. من المبكر القول أن السيد ديمستورا فشل في إقناع الأطراف في تمديد المفاوضات. يعني هل المفاوضات بين النظام والمعارضة مستمرة؟ نعم، حتى الآن ما زالت مستمرة. إلى متى يستمر هذا؟ واليوم كان في لقاءات مع نعم، وفد المعارضة ووفد النظام من قبل السيد ديمستورا إلى متى في يستمر؟ غرفتين منفصلتين طبعا. نعم، إلى متى يستمر سيدة مجدولين؟ حتى الآن يعني هناك عدة تواريخ، بعضهم يقول حتى 10 من ديسمبر، وبعضهم يقول حتى 15 ديسمبر، ولكن حتى الآن لا نعرف، يعني لا نعرف بالضبط هل هي 10 من ديسمبر أم 15 ديسمبر. بكل الحالات المفاوضات حتى الآن ما زالت مستمرة. نعم سيدة مجدولين، هل ستكون المفاوضات مباشرة بين لا المعارضة أعتقد والنظام؟ لا أعتقد ذلك. أن النظام يرفض أن تكون، حتى الآن يرفض أن تكون المفاوضات مباشرة، والمعارضة تطالب بذلك وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام من أجل أن تكون المفاوضات مباشرة. ولا أعتقد أن النظام سوف يقبل في هذه الجولة على الأقل. إذا سيدة مجدولين، إذا تم التمديد، ما هي أهم النقاط التي سيتم نقاشها؟ الآن تناقش المفاوضات سلتي الدستور والانتخابات. نعم. والدستور، المقصود بالدستور ربما ليس المقصود محتوى الدستور، بل العملية الدستورية من البداية إلى النهاية. كيف سنصمم عملية دستورية، كيف سنقوم باختيار بالمحتوى فيما بعد، وسلة الانتخابات، لأنه حسب ما سرب إلينا أو سرب هون يعني في المنطقة اللي نحن فيها، أن الإرهاب يناقش في الأستاني، والدستور إذا أسسنا لدستور جيد وممكن نعم نؤسس لانتقال سياسي، هذا ما يقال. ولكن أنا أعتقد أنه مناقشة الدستور والانتخابات و30% على الأقل من الجغرافيا السورية بكامل مكوناتها السياسية والاجتماعية غائبة، هذا لا ينتج شيء. إذا كنا نريد أن نبحث عن حل شامل للحالة السورية ولما يحدث في سوريا وتسوية شاملة، يجب أن يكون جميع السوريين على طاولة المفاوضات أو شركاء على الأقل في تحديد ورسم مستقبل سوريا. نعم سيدة لذلك مجدولين، يعني نعم. على ذكر أستانا، ذكرت كانت هناك قرارات يمكن وصفها بالعسكرية اتخذت في مؤتمرات أستانا، منها وقف إطلاق النار ونشر قوات روسية وتركية وإيرانية، وأيضا إنشاء مناطق خفض التصعيد. سؤالنا، ما صدى هذه القرارات في جنيف؟ يقابل هنا بارتياح كل محاولة لوقف إطلاق النار وكل محاولة لتخفيف موت السوريين، هذا أولا. ومناطق خفض التصعيد نجحت في بعض المناطق بإيقاف نزيف الدم السوري أو التخفيف منه، وفشلت في مناطق أخرى، وما يحدث في الغوطة هو خير دليل على ذلك. الآن هل يمكن تقابل أي محاولة لوقف نزيف الدم السوري بارتياح. نعم سيدة مجدولين، هل يمكن تبني هذه القرارات في جنيف؟ حتى طبعا الآن قرارات أستانا. قرارات أستاني، الأستاني الأمم المتحدة في الأستاني هي مراقب، هي لا تقرر العملية، هي تراقب العملية فقط. وإذا كانت مقررات الأستاني من الممكن أن تخدم العملية التفاوضية فلما لا؟ أعتقد نعم. أنه هذا يبقى قرار الأمم المتحدة، إذا كان هناك ما يخدم العملية التفاوضية لما لا؟ نعم سيدة مجدولين، كان الملفت في هذه المفاوضات من جنيف 8 دعوة واشنطن بدرورة إشراك قوات سوريا الديمقراطية إلى المباحثات. كيف يتم التعامل مع هذه الدعوة من جهتكم؟ من جهتنا، من من أقصد جهة من جهتنا، الطرفين. من جهتنا كمجلس الشارك أم كأطراف متفاوضة؟ نحن لسنا طرفا مفاوضة. نعم، من جهة الطرفين سيدة مجدولين. من جهة الطرف
طيب لم نلحظ حتى الآن أي رد فعل من قبل النظام، ولكن حتى الآن المعارضة، يعني أنت تعرف موقف المعارضة الموجودة في جنيف أكثر من غيرها، يعني نعم المعارضة ترفض حتى الآن إشراك قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية أو أي من مكونات منطقة شمال سوريا في المفاوضات، ونحن نفهم أسباب هذا الموقف، يعني هو موقف نحن ندرك أسباب هذا الموقف جيدا، ولكن لن يستقيم، لن تستقيم أي عملية تسوية في غياب مجلس سوريا الديمقراطي ومكونات المنطقة. نعم سيدة مزدوج، لكن هذه المعارضة باتت واضحة، وحتى أن المرصد السوري ذكر أن هذه المعارضة لا تشكل شيء الآن على نعم الأرض، يعني الأطراف الموجودة في جنيف بالأصل طبعا ما عدا النظام ليس لها أي وجود يذكر، كان من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية على الأرض، جميعنا يعرف ذلك. هذه المعارضة ليس لها يعني وجود، وأعتقد أنا منه مو بس نحن بنعرف، كل المجتمع الدولي يعرف، ولكن المجتمع الدولي أظنه وصل إلى تسوية ما ويريد جسما سياسيا ليركب الحل عليه، فابتدع لنا هذه المعارضة. بكل الحالات على الأرض إنجازاتك على الأرض هي من يعبر عنك، فحتى لو وصلت هذه المعارضة إلى أي اتفاق، هل تستطيع تنفيذ هذا الاتفاق وهي غائبة عن الأرض؟ هذا سؤال. إضافة إلى ذلك، هل تستطيع الدول التي تدعم هذه المعارضة، لأن هذه المعارضة لا تمثل نفسها، تمثل الدول الداعمة لها، هل تستطيع الدول الداعمة لهذه المعارضة أن تفرض أي حل على الأرض بغياب قوى موجودة على الأرض لها؟ لا أعتقد ذلك. لذلك نحن نقول أنه إذا كنا نريد مفاوضات حقيقية، أصحاب المصلحة الحقيقيين أو الفاعلين على الأرض هم من يجب أن يكونوا على طاولة المفاوضات، وليس معارضة مركبة تركيب أو معارضة لا تعبر عن أجندات سورية وإنما تعبر عن أجندات أخرى. نعم سيدة مجدولين، الدستور الذي يتم مناقشته الآن في مباحثات جنيف، هل هو دستور جديد أم تعديل إلى الدستور الحالي؟ هل هناك تسريبات واضحة حول هذا الملف؟ لا يتم كتاب الدستور الآن، نبحث العملية الدستورية وليس كتاب الدستور، أو يبحث، نحن لا يبحث عملية دستورية وليس كتاب الدستور. النظام ما زال مصرا على أن تعديلات على 2000 على دستور 2012 قد تكون جيدة، والمعارضة تصر على إعلان مبادئ دستوري. هذا الموضوع حتى الآن أخذ ورد، ممكن أن يتفق الطرفان على أي شيء، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء واضح. روسيا طرحت سابقا في أستانا موضوع دستور جديد لسوريا. نعم أنا قرأت هذا الدستور، هناك بعض النقاط المهمة فيه والجديرة بالاهتمام والتركيز عليها، وهناك ولكن من حيث المبدأ لا يجوز أن نقبل أن يكتب دستور سوريا من قبل أطراف غير سورية وخارج سوريا، يعني الدستور السوري يكتبه السوريون وبأيدي سورية وعلى أرض سورية، ولكن يعني لكن سيدة وزول، هل لهذا الدستور صدى في جنيف؟ نعم أنه صدر رفض، يعني الأطراف المتفاوضة في جنيف ترفض هذا الدستور بالمطلق لأنه جاء من روسيا ربما، أو لأنه يحتوي على أشياء لا يرغبون بأن يفكروا بها أو يناقشوها، يعني بكل الحالات هناك حتى النظام يرفض. سيدة مجدولين، النظام حتى الآن يرفض، نعم النظام عنده مبدأ أساسي السيادة الوطنية والسيادة السورية، ويعتبر أن أي تدخل في صياغة الدستور من خارج من أطراف دولية هو خرق للسيادة بين قوسين، طبعا نحن نبتسم على هذه النقطة أحيانا، نعم. ولكن بكل الحالات أنا أعتقد أن الدستور هو عملية توافق سورية، السوريين يجب أن يتفقوا على دستور يؤسس لعقد اجتماعي جديد، يؤسس لحقوق ثابتة، يؤسس لمرجعية حقوق الإنسان، يؤسس لحقوق المواطنة، يؤسس لسوريا ذات نظام ديمقراطي علماني. السوريون هم من يجب أن يتفق، ليس الروس والأمريكان وأي أحد آخر. ما هو مطلوب من الدول الأخرى أن تقدم لنا دستورا، نحن يجب أن نعمل على دستورنا، نعم. نحن شكرا لازم لك، نقرر ماذا نريد.